أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ من جديد لمواصلة الحلقة السابقة الخاصة بالحسابيات في زاد بالسنة الثانية بكالوريا علوم رياضية. كنا توقفنا عند النشاط رقم 4 الخاص بالقاسم المشترك الأكبر المضاعف المشترك الأصغر ثم خوارزميات أوكليد. من أجل التذكير بالنسبة لطرق تحديد المضاعف المشترك أو للقاسم بالنسبة لتحديد المضاعف المشترك أو للقاسم المشترك كاين طريقة ديال التفكيك الأولي. يمكن من اجل التذكير بالضبط المضاعف المشترك الاكبر المضاعف المشترك الاصغر هو جداء العوامل الاوليه المشتركه وغير المشتركه مرفوعه الى اكبر اس بينما القاسم المشترك المقاسم المشترك الاكبر فهو جداء العوامل الاوليه المشتركه مرفوعه الى اصغر اس. كاين ايضا الطريقه الثانيه وهي طريقه القسمات المتتاليه او الخوارزميات أوكليديس. من خلال هذا النشاط سنحاول أن نستعملهما في إنجاز كلا السؤالين الأول والثاني. إذن السؤال الأول حدد البي جي سي دي ديال 5 أس ناقص إن زائد 2 ناقص 5 أس إن و 7 أس إن زائد 2 ناقص 7 أس إن ليكون إن من إن نجمة 5 أس إن زائد 2 ناقص 5 أس إن يساوي 5 أس إن عامل لي 5 أس 2 ناقص 1 5 أس 2 25 ناقص 1 24 هي 24 في 5 أس إن. بالنسبة ل 24 تفكيك إلى جداء عوامل أولية 24 على 2 12 على 2 6 على 2 3 ثم على 3 1. اذا فالتفكيك ديال العدد 24 هو 2 اس 3 في 3 ومنه 5 اس ان زائد 2 ناقص 5 اس ان نكتبه على شكل 2 اس 3 في 3 في 5 اس ان. وهنا غادي يكون عندنا تفكيك اولي للعدد 5 اس ان زائد 2 ناقص 5 اس ان لان الاعداد 2 3 و 5 هي اعداد اوليه. بنفس الكيفيه 7 اس ان زائد 2 ناقص 7 اس ان فهي 7 اس ان. علاش؟ لان 7 اس ان في 7 اس 2 هي 7 اس ان زائد 2 ناقص 7 اس ان. الى عملنا 7 اس ان هي 7 أس إن عامل لي 7 أس 2 ناقص 1 7 أس 2 49 ناقص 1 48 إذن هي 48 في 7 أس إن. بنفس الكيفية التفكيك الأولي ديال العدد 48 48 على 2 هي 24 24 عندنا التفكيك الأولي ديالو مسبقا إذن غتولي عندنا 48 هي 2 أس 4 48 هي 2 أس 4 في 3 يمكن نوظفوا التفكيك الأولي بنفس الطريقة في هذا العمود بنفس الكيفية. إلى عوضنا 7 أس إن زائد 2 ناقص 7 أس إن غادي نلقاو 2 أس 4 في 3 في 7 أس إن. إذا انطلاقا من التفكيك الأولي للعدد 5 أس إن زائد 2 ناقص 5 أس إن و 7 أس إن زائد 2 ناقص 7 أس إن نحصل على القاسم المشترك أو القاسم المشترك الأكبر بي جي سي دي ديال العددين 5 أس إن زائد 2 ناقص 5 أس إن والعدد 7 أس إن زائد 2 ناقص 7 أس إن هو جداء العوامل الأولية المشتركة. شكون هي المشتركة هنا؟ كاينة هنا جوج كاينة هنا جوج كاينة ثلاثة كاينة ثلاثة هنا كاينة سبعة هنا كاينة خمسة. إذا نكتفيو بجوج وبثلاثة ولكن مرفوعة إلى أصغر أس يعني غادي ناخذ جوج أس ثلاثة وناخذ ثلاثة أس واحد ثلاثة أس واحد نحتفظوا بثلاثة أس واحد فنحصل على جوج أس ثلاثة هي 2 في 2 4 4 في 2 8 8 في 3 24.
إذن فالمضاعف المشترك الأكبر للعددين 5 أس إن زائد 2 ناقص 5 أس إن و 7 أس إن زائد 2 ناقص 7 أس إن هو العدد 24. بالنسبة للمضاعف المشترك الأصغر لو بلي بوتي كوما ملتيبل بي بي سي إن ديال العددين 5 أس إن زائد 2 ناقص 5 أس إن والعدد 7 أس إن زائد 2 ناقص 7 أس إن فهو جداء العوامل الأولية المشتركة وغير المشتركة مرفوعة إلى أكبر أس. عندنا 2 أس 3 هنا 2 أس 4 غناخذو 2 أس 4. عندنا 3 أس 1 3 أس 1 ناخذو 3. كاينة 5 أس إن رغم أنها غير مشتركة غادي ندرجوها المضاعف المشترك الأصغر. كذلك 7 أس إن كاينة في العدد الثاني حتى هي غادي نحتفظوا بها. وبالتالي فالمضاعف المشترك الأصغر لهاد العددين هو 2 أس 4 في 3 في 5 أس إن في 7 أس إن. إذن نمر إلى السؤال الثاني. باستعمال خوارزمية أوكليديس حدد بي جي سي دي يعني القاسم المشترك الأكبر لو بلو بوتي لو بلو غون كومان ديفيزور ديال 195 و 135. إذن شنو هي الطريقة ديال خوارزمية أوكليديس أو طريقة القسمات المتتالية؟ كتعتمد على أنه إلا عندي أ و بي عددين صحيحين نسبيين ف والقسمة الأوكليدية ديال أ على بي الباقي ديالها هو R فالقاسم المشترك الأكبر للعددين أ و بي هو القاسم المشترك الأكبر للعددين بي و R. إذا غنحاولوا نجزوا هذه العملية هذه. ثانيا غادي نمسح السبورة بالنسبة للنشاط. ثانيا إذن العددين A و B اللي اختارينا في هذا السؤال الثاني مية وخمسة وتسعين ثم 135. إذن إلى درنا القسمة الأوكليدية ديال A على B في هذه الحالة غنلقاو 195 تساوي مقسومة على 135 هي 1 في 135 زائد الفرق بيناتهم 60. غنجزو القسمة الأوكليدية ديال 135 على 60. 135 على 60 جوج 60 120 وتبقى 15. إذن هي جوج في 60 زائد 15. أيضا غنجزو القسمة الأوكليدية ديال 60 على 15. 60 هي 4 في 15 زائد 0. إذن شنو كتقول لنا القاعدة أو الخوارزمية الأوكليديس أنه خلال القسمات المتتالية فالقاسم المشترك الأكبر للعددين أ و بي هو أول باقي غير منعدم نحصل عليه خلال هذه القسمات المتتالية اللي هو في هذه الحالة هو 15. فاش لقينا صفر كنمشيو للعملية السابقة كناخذوا الباقي ديال هذه العملية. إذن بي جي سي دي القاسم المشترك الأكبر للعددين 195 والعدد 135 يساوي 15. إذن هنا سأستمر هذا النشاط لإدراج واحد المبرهنة هي مهمة في الحسابيات. غادي ندرجها هنا في هذا النشاط لأنه غادي ناخذ الطريقة ديال البرهان ديالها من خلال ما سبق. إذن المبرهنة كتقول لنا بأنه إلا عندي دي هو القاسم المشترك الأكبر لعددين أ و بي فإنه يوجد زوج اي و في من زد بحيث
دي يساوي اي A زائد في B. هذه مبرهنة أساسية في الحسابيات، وحتى بالنسبة للبرهان ديالها غادي نشوفوه انطلاقا من هذا المثال هذا اللي طرقنا له. إذن كيف نحدد اي و في انطلاقا من القسمات المتتالية؟ في هذا المثال هذا عندنا A هو 195، B هو 135، و D القاسم المشترك الأكبر هو 15. إذا انطلقنا من آخر عملية في القسمات المتتالية اللي فيها الباقي غير منعدم، 135، انتبهوا معايا الله يرضى عليكم بها مزيان، لأن هذه العملية خصها واحد التركيز باش ما يضيعوش لنا المعاملات اي و في خلال تحديدهما. وحتى باش نسهل عليكم عملية أكثر، جميع الأعداد اللي غنحتاج أو اللي غندور عليها بهذا الشكل هذا هو لابد أننا ما نحسبوهاش مع عوامل أخرى، نحاولوا نحتفظوا بها. إذن ركزوا معايا مزيان في الطريقة. 135 هي 2 في 60 زائد 15. حنا محتاجين نحسبوا الدي، محتاجين ال 15 بدلالة أ و بي، بدلالة أ و بي. إذن أول حاجة غادي نحتفظ بالدي في طرف ونحول الأعداد الأخرى للطرف الثاني. 15 اللي محتاج ليها تساوي 135 ناقص 2 في 60. هذا كما قلت كنعلم على هذه الأعداد باش نحتفظ بهم وما نحسبهمش. العملية اللي فوق منها كتربط A و B و 60، إذا يمكن لي نتخلص من 60 بدلالة A و B في هذه الحالة. شحال كتساوي 60؟ 60 هي 195 ناقص 1 في 135. غادي نعوض بها. 15 تساوي 135 ناقص 2 عامل لي 60 هي 195 ناقص 1 في 135. 195 ناقص 1 في 135 تساوي 135 ناقص 2 في 195 ناقص 2 في ناقص 1 هي زائد 2 في 135 تساوي ناقص 2 في 195، و 195 هو A هو العدد اللي محتاج، ناقص 2 A. 135 زائد 2 في 135 هي 3 في 135. 135 زائد 2 135 هي 3 في 135، بمعنى زائد 3 في 135، و 135 هي بي. وهكذا غادي نكون حددنا اي و في، وهكذا نكون حددنا اي و في في هذه الحالة هذه، بحيث اي A زائد في بي تساوي 15، تساوي 15 اللي هو دي. إذن اي A زائد في بي كتساوي دي. في هذه الحالة اي هي ناقص 2، في هي 3. إذن المسألة اللي غادي نبغي نشير ليها هو أنه هذه المعاملات اي و في ماشي وحيدة، يعني يمكن نلقى معاملات أخرى تحقق هذه العلاقة. الشرط الثاني اللي بغيت نركز عليه هو أنه هذه المعاملات اي و في حتى وإن تواجدت تحقق دي تساوي اي A زائد في بي، فماشي بالضرورة دي هو قاسم مشترك لي A و بي. حتى وإن وجدنا اي A زائد في بي هي دي، ماشي بالضرورة دي غادي يكون قاسم مشترك. ربما للتوضيح يمكن نختار مثلا إلا خدينا
خمسة في ثلاثة زائد أربعة في سبعة تساوي، إذن خمسة في ثلاثة 15 وسبعة في أربعة 28، المجموع هو 43. إذن عندنا خمسة في ثلاثة زائد أربعة في سبعة هي 43. 43 ليس بقاسم مشترك للعددين 3 و 7. إذن عندنا 43 هي 5 في 3 زائد 4 في 7. نقدر نعتبر هذا اي وهذا في، ولكن هذا العدد اللي حصلنا عليه 43 ليس بقاسم مشترك للعددين 3 و 7. إذن في الختام لابد أن أشير أن هذا القسمات المتتالية اختارينا هنا مثال اللي فيه ثلاثة المراحل، يمكن تكون أمثلة تلقاو تمارين فيها أمثلة فيها مثلا أكثر سبعة ستة المراحل فيما أكثر. اللي هو مطلوب هو أنه الطريقة هذه تطبق حتى وإن كان عندنا عدد كبير من العمليات. وهنا غادي نتوقف أعزائي التلاميذ إلى الحلقة القادمة إن شاء الله باش نستكملوا ما تبقى من محاور هذا الدرس.